وللمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا الدكتور مدحت صالح، أستاذ الإدارة والتنمية المستدامة. دكتور مدحت، بعد التحية، ماذا عن أهمية هذا المجمع اقتصاديا واستثماريا، في ظل أننا نعلم جميعا أن هذه المصانع أو هذا المجمع يعد الأول من نوعه في العالم؟ التحية والاحترام لحضراتكم جميعا استاذة دينا واستاذ محمد عبد الله، ولصاحبنا في هذه النشرة والاهل بسيروا جميعا. يوم سعيد يضاف الى يوم الى ايام التنمية المصرية الحقيقية. حقا حقا اتحدث كاكاديمي، كمواطن مصري، كانسان سعيد ببلده ومتطور. فعلا فعلا هذا المصنع او مجمع كواتو هو ليس الاول في الشرق الاوسط او في افريقيا او على المنطقه المسلميه او العربيه، بل في العالم جمعاء. بدايه من الخامه الى وصولها الى مراحلها النهائيه. لا انكر ان هنالك تعاون تقني فني من الجانب الايطالي وما الى ذلك، وهذا امر يجب الاشاده به واعطائه حق لكل. لكن حينما اجد مصرنا الحبيبه تتجه الى هذه الصناعات التعليميه المعقدة كثيرا وشبه المعقدة والمكلفة كثيرا، 700 مليون دولار حضرتك عشان نبتدي نعمل هذا المشروع، تستردنا في ما بين 3 و4 سنوات على وجه التحديد. أوائد هو مضمونة بإذن الله تعالى، ولكن من منا كان لا يطمح أن يجد الكوارتر والرمال السوداء والرمال السيليكون. كلنا نذكر أننا في طريقنا الآن إلى وادي سلك الضخم الحقيقي، كنا نصدر الرمال بالأطنان ونفعل أننا أخذنا دولارات أو عملة صعبة مقابل هذا. الآن سنصنع القيمة المضافة أستاذتنا العزيزة ورفاقنا الجميع ومشاهدنا الكريم، القيمة المضافة ما يطلقون عليه باللغة الإنجليزية أدد فاليو، هي الطاقة الحقيقية التي تحدث في مجال البترول حينما أحوله إلى مشتقاته وإلى بتروكيميكال وما إلى ذلك، قيمة حقيقية. في مجال الغاز حينما أصدره مسالا إلى هنا وهنا، حينما أكون مركزا ثقلا للغاز من الشرق ومن الغرب إلى أوروبا وإلى الغرب هذا أمر جد. الأدد فاليو أو القيمة المضافة، الإحلال محل الواردات هو ما يحدث الآن. أما كنا أستاذتنا الكريمة ورفاقنا الكرام نستورد هذه الكواكب وما إلى ذلك، ولمشاهدنا الكريم الكواكب يدخل في الصناعات الإلكترونية عصب وتعصائبها الآن، الرقائق الإلكترونية، الساعات، كنا نسمع هذه ساعة كواكب. نعم. الحاسب الآلي، تفضلي حضرتك. نعم. الألومنيوم. بالطبع دكتور مدحت، هو يدخل في العديد من الصناعات الثقيلة الهامة، ولكن ماذا عن العائد الاقتصادي؟ هل يعني سيكون هذا العائد على المدى الطويل، أم أنه من الصناعات التي سوف تشهد طفرة اقتصادية سريعة وبالتالي سوف نشهد فرص عمل وسوف نشهد أيضا جلب للكثير من العملات الصعبة؟ لا، هو استثمار بعيد المدى على نعم. على مدى. ما زالت مصرنا الحبيبه في باطنها المعادن الكثيره والكثيره، الذهب والكوارترز والرمال السوداء والفوسفات وكل ما الى ذلك. لا، استثمار طويل الاجل، طويل الاجل وبعيد المدى. ولكن اريد ان اشير الى انه من المبادئ الاقتصاديه الهامه هي الاحلال محل الواردات. ما هو ماذا تعني ايها الدكتور الكريم؟ هو اعلم جيدا ان الاحلال محل الواردات سيوفر هذه العمله المنسابه الى الخارج باطراد ونمو غير عادي، بل وبالعكس نصدر ما ننتجه. كم نستورد السخانات والغسالات والكوارترز والرمال والسيليكون وزجاج السيارات وما الى ذلك. الان اصبحنا نحل محل الواردات. وقد يقول البعض انه مبدا اقتصادي قديم، ولكنه يتيح الان فرصه للنمو المستدام وتحقيق التنميه في ابعادها الاقتصاديه والبيئيه والاجتماعيه. بالطبع، وهو الهدف الاسمى، التنميه المستدامه. اشكرك جزيل الشكر الدكتور مدحت الصالح، استاذ الاداره والتنميه المستدامه.